العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطاتها لمنع الإبادة الجماعية في غزة. في اليوم 112 للعدوان على غزة، قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها، والمنظمات الأممية تؤكد أن القطاع أصبح لا يصلح للحياة. موسكو وكييف يتبادلان الاتهامات في مجلس الأمن حول تحطم الطائرة العسكرية الروسية قرب الحدود الأوكرانية. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وسط ترقب دولي واسع، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المنصوص عليها في حدود سلطاتها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، على أن ترفع بذلك تقريرا مفصلا للمحكمة خلال شهر بشأن الإجراءات المؤقتة التي ستتخذها. وأوضحت محكمة العدل الدولية أن قرارها جاء بعد أن رأت أن الأدلة والبراهين التي قدمتها جنوب إفريقيا معقولة. كانت قاضية بمحكمة العدل قد قرأت الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في القضية، مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل الخاص برفض الدعوى المقدمة ضدها، وأضافت أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة بشأنها. كما أعربت المحكمة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة. من جانبها رحبت جنوب إفريقيا بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية. رحبت الخارجية الفلسطينية بقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة ضد إسرائيل. وكانت حركة حماس قد تعهدت بوقف إطلاق النار في قطاع غزة في حال أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قرارا بذلك والتزمت به إسرائيل. وأضافت حماس أنها ستطلق سراح المحتجزين في غزة في حال إصدار قرار بوقف إطلاق النار مع إطلاق إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة، وسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار. إذن بعد ارتكابها جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة،
وقفت إسرائيل في قفص الاتهام أمام قضاة محكمة العدل الدولية مستمعة لإدانتها رسميا. وتختص المحكمة بمحاكمة الدول والحكومات عبر هيئة قضائية مكونة من 15 قاضيا. أهلا بكم من جديد. سعيا للانتصار للإنسانية، تجمع متظاهرون ومؤيدون للشعب الفلسطيني خارج محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية. وهتف المتظاهرون أمام المحكمة بنداءات مطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني ومنددة بجرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية المحتلة. وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تستنكر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتطالب بوقفه بشكل فوري. بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك الحاجة لحماية أرواح المدنيين وضمان المساعدة الإنسانية المستمرة. وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا نالاليندي بادورا، شدد الجانبان على ضرورة العمل من أجل سلام إقليمي دائم يضمن الدفع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن إسرائيل رفعت السرية عن أكثر من 30 أمرا سريا صادر عن الحكومة. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قادة عسكريين تقول إنهم يدحضون الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ويظهرون بدلا من ذلك الجهود الإسرائيلية لتقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين. أفاد استطلاع رأي لصحيفة معاريف بتضاعف شعبية المعسكر الرسمي في إسرائيل بقيادة بيني جايتس الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية أكثر من 3 مرات. وأشار الاستطلاع إلى أن حزب الليكود الحاكم يفقد نصف قوته الانتخابية، مضيفا أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون تصعيد عائلات الأسرى حراكهم الشعبي ضد الحكومة. ولفت الاستطلاع إلى أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون تولي جانتس رئاسة الحكومة مقابل 32 يؤيدون نتنياهو. أفادت صحيفة يدعوت إحرانوت الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بحث مسألة مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب دون اتخاذ قرارات. كما أفادت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي بقيام الشرطة الإسرائيلية بالسماح لمحتجين باعتراض شاحنات تتجه لغزة بتوجيه من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار ابن غفير. يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد من لواء جعفاتي في معارك جنوب قطاع غزة. كما أعلن جيش الاحتلال إصابة 38 ضابطا وجنديا في المعارك بقطاع غزة خلال الساعات 24 الأخيرة، لافتا إلى ارتفاع عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب إلى 2748 ومنذ بدء الهجوم البري إلى 1258. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة. وبعد جولة في الشرق الأوسط أشار كاميرون إلى إحراز تقدم على صعيد جلب المزيد من المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. وأضاف كاميرون أن إسرائيل تدرس اقتراحا بريطانيا بفتح ميناء أسدود أمام الشاحنات إلى غزة. أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها بشكل بالغ إزاء الوضع اليائس الذي يعيشه سكان خان يونس
في قطاع غزة. وأوضحت بيربوك أن هناك قوانين دولية تضبط حق الدفاع عن النفس، ويتعين على إسرائيل الالتزام بها، لافتة إلى أنه على إسرائيل السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وضبط عملياتها العسكرية. وأشارت بيربوك إلى أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وحتى يتم أيضا إطلاق سراح الرهائن. والقراءة بشكل أوسع حول أهم ما جاء من قرارات لمحكمة العدل الدولية، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، بعد التحية، يعني في البداية، كيف قرأت قرارات محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكيف يمكن تطبيق هذه القرارات على إسرائيل؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي للساده المشاهدين. نحن نتحدث اليوم عن انصاف حقيقي للقضيه الفلسطينيه وعداله القضيه، خاصه ان في الحقيقه محكمه العدل الدوليه نظرت نظره يعني بها الكثير من الايجابيه تجاه الاوضاع في قطاع غزه، واعتقد ان هذه القرارات التي تم اصدارها اليوم، خاصه فيما يتعلق طبعا برفض طلب اسرائيل يعني رفض هذه القضيه، ايضا هذا امر مهم للغايه، وايضا الزام اسرائيل بتقديم تقرير خلال او خلال شهر يعني الوقائع والامور التي حدثت خلال الفتره الماضيه، ايضا الزام قضائي مهم للغايه. ولكن هنا ايضا مع هذه الالتزامات القضائيه التي تقرها الان محكمه العدل الدوليه، ايضا هناك من المتوقع ان يكون هناك تعنت اسرائيلي، خاصه ان الجانب الاسرائيلي يرى نفسه فوق المنظومه الامميه بشكل عام، وبالتالي هناك صدام حقيقي ما بين اسرائيل وبين المنظومه الامميه، وبالتالي الاستجابه هنا ايضا من الجانب الاسرائيلي ربما سوف تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول انخراط اسرائيل داخل المنظومه الامميه وفعالياتها داخل هذه المنظومه، خاصه انها لا تستجيب سواء لقرارات الجمعيه العامه للامم المتحده او لقرارات مجلس الامن، والان نتحدث ايضا عن قرار محكمه العدل الدوليه. وبشكل عام نحن نتحدث عن قرار ايجابي للغايه، بيؤكد ان هناك مسار الان قضائي يعني جيد للغايه يجب علينا استغلاله والمضي في استكماله حتى نستطيع الحصول على المزيد من المكتسبات لصالح عداله القضيه الفلسطينيه. طب استاذ جمال، يعني قرار محكمه العدل الدوليه باتخاذ اسرائيل وقف للاباده الجمعيه، هل هو ادانه لإسرائيل وقادة إسرائيل؟ وكيف يمكن تطبيق هذا القرار؟ من المسؤول عن تطبيق هذا القرار على الجانب الإسرائيلي؟ الحقيقة إن هذا القرار كان متوقعا، ومن الجيد جدا أننا نراه الآن على أرض الواقع، خاصة أن محكمة العدل الدولية في إجراءاتها الأولى تستمع للأطراف ثم تأخذ بعض الوقت ثم تصدر إذا ارتأى لها أن هذه القضية محل تحقيق أو محل قبول من أعضاء المحكمة، تقوم بالمرحلة الثانية. نحن الآن بصدد المرحلة الثانية من إجراءات المحاكمة، وهي قبول الدعوة، وحين تقبل محكمة العدل الدولية الدعوة تلزم الطرف المعتدي بوقف اطلاق النار ووقف الاباده الجماعيه. وحينما تتحدث محكمه العدل الدوليه على هذا الامر، فهذا بالتاكيد يدين الجانب الاسرائيلي ويضع الجانب الاسرائيلي محل اهتمام، محل اتهام حقيقي. تمام. وبالتالي نحن الان امام متهم امام صحيحة. محكمه العدل الدوليه. عذرا للمقاطعه استاذ جمال. الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، اشكرك جزيل الشكر، ونتحول مباشره الى لاهاي ولقاء مع وزير الخارجيه في جنوب افريقيا. قرأنا اتفاقية منع الإبادة الجماعية بدقة، فسوف نجد أنه ليس هناك توسع في طريقة القيام بالصراع. أنا كنت أتمنى بالطبع أن تكون كلمة وقف إطلاق النار موجودة في الحكم، ولكنني سعيدة بالقرارات التي صدرت. وعلى وجه التحديد أنا كان لدي قلق من قراءة القرار أنه لن يذكر التقرير، ولكن مسألة إصدار التقرير كانت مرضية للغاية بالنسبة لي، لأن تقديم تقرير هو الذي سوف يساعدنا على رصد أن إسرائيل قد نفذت فعلا الإجراءات المطلوبة منها، وهذا التقرير يجب أن يقدم خلال شهر من إصدار القرار. هذا أمر مهم للغاية. حقيقة أن المحكمة تقول أنها لا تصدر قرارها اليوم بشأن الادعاء بالإبادة الجماعية، ولكنها تتحدث الآن فقط عن مجموعة
من الإجراءات المؤقتة التي تتخذها الآن، فهذا على الأقل أثبت أن الظروف تثبت أن هناك أعمال إبادة جماعية قد ارتكبت وبناء عليها تم اتخاذ هذه الإجراءات المؤقتة. وهذا يعني أنه إذا وجدوا أنه بالفعل هناك إبادة جماعية فتلك الدول التي شاركت في الإبادة الجماعية وشجعتها سوف تكون معاقبة كذلك وفقا للاتفاقية. أنا لم يكن لدي أي أمل بشأن إسرائيل، لكن إسرائيل لديها أصدقاء لديهم سلطة وأقوياء، أعتقد أنهم يمكنهم أن يقنعوها بأن تتوقف عما تفعله. وأعتقد أن الأمر متروك للعامة وللشعوب لكي تقرر. هذه أداة قانونية نحن قمنا باستخدامها بحيث نتوقف عن لعب دور المراقبين فقط لهذا الضرر الهائل. جنوب أفريقيا تصرفت وقررت أن تتصرف، والمحكمة أشارت إلى أن هذه الاتفاقية عادت مرة أخرى للعمل بطريقة عملية للغاية من خلال هذه الدعوة. وأود من كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتابع هذه العملية وتضمن أننا سوف نخلق أساسا لمجتمع دولي يستطيع من خلاله تجنب الاعتماد إلى السلاح والضرر بالآخرين. وهناك كثير من الجهود التي يجب أن توجه باتجاه المفاوضات والحلول السلمية لإنهاء الصراعات. ماذا عن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل؟ الاتفاقية تتحدث عن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية والموقعين عليها، وتتحدث عن الدول ولا تتحدث عن أفراد أو مجموعات. أنا أرى أن ما فعلته حماس تسبب في ضرر بالطبع، وأعتقد أنه يجب إطلاق سراح الرهائن. سيدتي الوزيرة، هل ترين أن قرار المحكمة سيساعد في حل هذا الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين وعلى المدى القصير؟ يمكن أن يساعد في إيجاد حلا سياسيا للصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي. نتمنى أن تكون هذه بداية كي نتحرك باتجاه نظام يمكن أن يحقق حل الدولتين ونناقشه. الشعب الفلسطيني قد عاد من الإعانة على مدار كثير من العقود، ولا أعتقد أن الأمر سوف ينتهي اليوم أو غدا، ولكن ما قمنا به هو إشارة مهمة للغاية أرسلتها المحكمة، وهذا اختبار الآن لحكومة وشعب إسرائيل إذا كانوا سوف يتصرفوا بطريقة تقول أننا كلنا يجب أن نحترم القانون الدولي أم لا. إذا تصرفت إسرائيل بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي فسوف يكون لدينا عالم ممتلئ بالأمل للمستقبل، وإلا هذا يفتح مساحة للاعتداءات في صراعات كثيرة في مختلف أنحاء العالم، وسوف يكون سابقة سيئة للغاية. لذا ما يجب أن نفعله جميعا هو أن ندعو إسرائيل لكي تتصرف وفقا لهذا القرار من قبل المحكمة. لا أعتقد أن المسألة مرتبطة بجنوب أفريقيا وإسرائيل هنا، كل أسئلتكم عن إسرائيل، ولكن المسألة في الواقع هي الشعب الفلسطيني الذي يموت كل يوم، الشعب الفلسطيني الذي يعيش في العراء والذي حرم من الغذاء والماء والوقود ويعيش في البرد. سوف نطلب مع الشعب الفلسطيني، نحن نقف معه، ورسالتنا للشعب الفلسطيني لا تيأسوا. جنوب أفريقيا تغلبت على القمع وعلى التطهير العرقي، ونحن سوف نكون ممتنون للغاية لهذا. دعونا نبدأ بأن نقول بأننا نتفق مع كل ما ذكرته وزيرة التعاون الدولي لجنوب أفريقيا أمامكم جميعا، ونحن نريد أن ننقل شعب الفلسطيني ورسالته إليكم جميعا. يوم هذا يوم تاريخي، نحن حصلنا على قوة دفع من خلال هذا القرار من المحكمة، وهذا يوضح أن المحكمة تدرك حد
أجدد التحية لحضراتكم. تنفيذا لتوجيهات القيادة الفلسطينية السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين، تواصل مصر استقبال المصابين والعالقين الفلسطينيين وتقديم الخدمات المختلفة من الدعم الإنساني لهم. وفي هذا الإطار تشهد مدينة العريش عددا من القصص الإنسانية التي تبقى شاهدا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وموفقة لها على مر الزمان. مألوم يساند مألوما، فيد علي الفلسطيني البالغ من العمر 14 عاما لم يمنعها جرحها ولا ألمها من دفع كرسي مهند مبتور الساق، كلاهما رفيق ألم الحرب ومعاناة ما بعدها. إنها حرب غزة، صاحبة أبشع مآسي حروب الوقت الحالي، والتي روى لنا علي مشاهدها الصعبة التي تؤكد على أنها واحدة من أسوأ جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأكد لنا أن القدر جمع بينه وبين مهند في مصر في ظروف جسدت صداقة حقيقية لا تغيب حتى وإن غاب عن أرضهما التي نشأ فيها. أنا كنت قاعد على باب بيتي بلعب مع أصحابي، فجأة يعني ضربوا ضرب عرف الشمين، ف يعني مشهد قطع طار، قطع أصحابي طارن علي، أنا اللي لميت قطع أصحابي، وأنا جاني حجر في رجلي وأشع حجر في إيدي، وأنا عندي كمان عندي كانسر في العظم. المعاملة حرام، جاية كويسة كلهم حرام، معاملة كويسة بقدمونا فطار وغدا وعشاء، كل حاجة بقدمونا، يعني نتشكرهم على هذا الجميل اللي عملوا لنا إياه، إن شاء الله حنرد لهم إياه. أحلام بدي أحكي لك كلمة، يعني أطفال غزة ما عندهم مش حلم، ما بتتحققش، لأن اللي بيصير في غزة إبادة، إبادة لأهلنا في غزة، إبادة أهل غزة كلهم إبادة. مساندة ودعم المصريين للأشقاء الفلسطينيين لم يتوقف منذ بداية العدوان، ففتحت مصر أبوابها لهم، وكانت هذه المساحة بمدينة العريش في شمال سيناء بمثابة المنطقة الآمنة لمهند وأسرته التي رافقته أثناء علاجه في مصر، مساحة لا تعزلهم ولا تفرقهم وتعيد لهم أمل الحياة بعد ما تعرضوا إليه من مشاهد مؤلمة لن ينساها العالم، ليعبروا حافة الموت وصولا لأرض النجاة. بشكرهم على الخدمات اللي قدموها لنا، وهذا اللي بنعرفه عن إخواننا المصريين. وأنا زوجي أصلاً انولد في مصر، بس يعني عاش 25 سنة في مصر، بس لما أهله انتقلوا على غزة هو معوش جنسية، بس كانوا انولد يعني فضلهم في غزة، بس إنه لما مرة واحدة طلعها بعد ما طلع له الجواز، يعني طلعها هنا بس انضرب. الآن بتمنى يعني إنكم تساعدوه إنه يطلع يتعالج، يعني يجي على مصر ويتعالج. وكعادتها مصر لا ولن تتخلى عن أشقائها، فخصصت ما يقرب من 100 وحدة سكنية في عمارات السبيل بالعريش لخدمة المصابين والعالقين الفلسطينيين وتقديم الخدمات المختلفة من الدعم الإنساني والمطبخ الدائم الذي يقوم بتجهيز 1500 وجبة غذائية يومياً، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين. حقيقة احنا كنا بنرتلق المصابين في ثلاث مستشفيات، مستشفى الشيخ زويد ومستشفى العريش العام ومستشفى بير العبد المركزي، واللي بيتعامل معها تعامل فني كبير، بيتم نزوحها او ارسالها الى الإسماعيلية او معهد ناصر في القاهرة. الحقيقة والمجتمع المدني بالكامل تم توفير إقامة وإعاشة لأهلنا الموجودين في حي السبيل من خلال المطعم متواجد 24 ساعة. الحياة منظمات المجتمع المدني، مصر الخير والأرمان ونور على نور ومصر الخير، حياة مش لا يدخلوا جهدا معنا في محافظة شمال سيناء. الحياة احنا عندنا في السبيل هنا أربع عمارات، كل عمارة فيها 24 شقة، كل شقة فيها ثلاث غرف وحمام وصالة، زائد ان احنا عندنا مطبخ الخير موجود في العمارة يوميا ثلاث وجبات وفطار عشاء الغداء. بيحصل برضو لما يبقى في أي حد من العالقين الفلسطينيين محتاج حاجة أو خدمات ممكن نوفر له، نوفرها عن طريق الجمعيات الأهلية. قصص وحكايات لن تمحى من الذاكرة، فالحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لم يفرق بين كبير وصغير، وروع الصغار قبل الكبار وبدل أمنهم خوفاً،
ومع كل هذا ستظل الجهود المصرية الإنسانية والسياسية مستمرة حتى يتم وقف إطلاق النار بشكل كامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كل أخ عربي أخي، شرف دمي وجواري، حقيقة جسدتها هذه الصورة للوحدات السكنية التي خصصت لمرافق الجرحى والمصابين والعالقين الفلسطينيين للمساعدة في تخفيف آلامهم وتوفير بيئة مدعمة بكل الخدمات التي تؤكد أن مصر لم ولن تتوانى لحظة عن الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين. محمود جميل، التلفزيون المصري. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. اضافتنا ان شاء الله غير نطلع نطرحهم من اراضينا غصب عنهم. احنا اصحاب هويه، اصحاب ارض، اصحاب وطن. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 26,083 فلسطينياً وإصابة 64,487، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت الصحة في غزة أنه خلال الساعات 24 الماضية استشهد 183 فلسطينياً وأصيب 377 في ضربات إسرائيلية. لا تزال قوات الاحتلال ترتكب مجزرة تلو الأخرى وتستهدف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة. يأتي ذلك بينما تشهد مدن جنوب القطاع قصفا متواصلا، حيث يشن الاحتلال أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في خان يونس في ظل قلة المساعدات التي تدخل إلى القطاع. جحيمية، هذا هو وصف منظمة الصحة العالمية للأوضاع في غزة. فلليوم 12 بعد المئة على العدوان الإسرائيلي على غزة، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المجزرة تلو الأخرى وتستهدف المدنيين في مختلف أرجاء القطاع. فلا مكان آمنا في غزة، بل إن القطاع يتضوع جوعا، فلا توجد الاحتياجات الأساسية، وإن وجدت يحصل عليها الأهالي بصعوبة. ففي ظل ندرة المساعدات التي تدخل القطاع، استهدفت المدفعية الإسرائيلية تجمعا لفلسطينيين جنوبي مدينة غزة كانوا ينتظرون حصولهم على المساعدات الإنسانية، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. يأتي ذلك فيما تشهد مدن جنوبي القطاع قصفا متواصلا، حيث تنفذ قوات الاحتلال أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في خان يونس لتعيد إلى الأذهان مجزرة مستشفى المعمداني. وكأن السيناريو سيتكرر، حيث إن الاحتلال لا يترك مكانا إلا ويقصفه، بداية من المستشفيات ووصولا إلى مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة. قصف وتجويع ومنع من العلاج، هذه هي جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالتزامن مع ازدياد أعداد الجرحى والمصابين جراء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، مما أدى إلى خروج أغلب المستشفيات عن الخدمة وتناقص الكوادر الطبية بشكل كبير، وسط تحذيرات المنظمات الدولية والإقليمية بأن الحياة هناك ستتوقف تماما. أصيب 4 فلسطينيين بينهم ضابط إسعاف جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب المبرح في قرية فحمة جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال انتشرت داخل أحياء القرية ودهمت أكثر من 10 منازل وحطمت محتوياتها واعتدت على سكانها بالضرب. وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين وعددا من القرى، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي حملات مداهمة وتمشيط واسعة.
أفادت الوكالة الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي أخطر بهدم 11 منشأة في تجمع أبو نوار البدوي شرق القدس المحتلة. وأوضحت الوكالة أن المنشآت المستهدفة بالهدم هي منشآت سكنية وزراعية، ويقطن هذا التجمع نحو 181 فلسطينيا، أكثر من نصفهم من الأطفال. طالب الدفاع المدني بغزة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإدخال أجهزة ومعدات إنقاذ للقطاع بشكل عاجل، مشيرا لأن حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم. من جانبها أعربت منظمة الأونروا عن قلقها البالغ من انتشار الأمراض والأوبئة القاتلة بالشوارع في قطاع غزة، وكذلك تفاقم أزمة سوء التغذية. كما حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن الطقس البارد والممطر في غزة يهدد بجعل القطاع الفلسطيني غير صالح للعيش على الإطلاق. جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بالسعي إلى الدبلوماسية لحل التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية. جاء ذلك للاتصال الهاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يواف جالنت، حيث شدد أوستن على أن هذا الهدف المتمثل في تجنب التصعيد الإقليمي. أفادت شركة الأمن البحري البريطاني أمبري بأن هناك انفجارا شوهد على بعد ميل بحري تقريبا من ناقلة نفط ومنتجات نفطية تابعة للهند، وترفع علم بنما جنوب شرقي مضيق باب المندب. وأضافت أمبري أن السفينة أبلغت عن رؤية انفجارين باتجاه مؤخرتها ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار. يأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء عدن اليمني، حيث تهاجم قوات الحوثي السفن. تبادلت موسكو وكييف الاتهامات خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ملابسات تحطم الطائرة العسكرية الروسية قرب الحدود الأوكرانية، حيث قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي الذي طلبت بلاده عقد الاجتماع الطارئ إن كل المعلومات الموجودة تظهر أن موسكو تتعامل مع جريمة مدبرة ومدروسة. اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد تحطم طائرة عسكرية روسية في منطقة بيلغورود قرب الحدود الأوكرانية. نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي الذي طلبت بلاده عقد الاجتماع الطارئ قال إن كل المعلومات الموجودة في حوزتنا تظهر أننا نتعامل مع جريمة مدبرة ومدروسة. وفتحت روسيا تحقيقا بشبهة الإرهاب غداة تحطم الطائرة العسكرية الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، بعدما اتهمت كييف بأنها أسقطت الطائرة التي كانت تقل بحسب السلطات الروسية 65 جنديا أوكرانيا أسرتهم موسكو، وكان من المرتقب أن تتم مبادلتهم. نائبة السفيرة الأوكرانية كريستينا هايوفيشين ردت بأن بلادها لم تبلغ بعدد المركبات والطرق ووسائل نقل الأسرى، مشيرة إلى أن هذا وحده يمكن أن يمثل عملا متعمدا من جانب روسيا لتعريض حياة السجناء وسلامتهم للخطر. السفيرة الأوكرانية شددت على أن السجناء الروس نقلوا إلى المكان المتفق عليه وكانوا ينتظرون تبادلهم بأمان، وكان من المفترض أن يوفر الروس المستوى نفسه من الأمن للجنود الأوكرانيين الأسرى. ولا تزال تطرح تساؤلات كثيرة غداة تحطم طائرة النقل العسكرية الروسية في وقت
قالت فيه هيئة التحقيق الروسية إنه خلال تفتيش موقع الحادث عثر المحققون على أشلاء بشرية، كما عثر على الصناديق السوداء للطائرة. وكرر المحققون الرواية التي قدمتها موسكو والتي تفيد بأن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ من منظومة الدفاع الجوية من الأراضي الأوكرانية. ومع ذلك لم تقدم روسيا في هذه المرحلة أي دليل على وجود أو هوية الركاب في طائرة النقل هذه، كما أنها لم تثبت أن أوكرانيا كانت تعرف من كان فيها. أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون مقتل شخص وإصابة آخر جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 73 مرة خلال الساعات 24 الماضية. وقال ألكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة إن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق وطائرات مسيرة وقذائف الهون، مشيرا لأن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خرسون. اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي شخصين أوكرانيين في مدينة روستوف بتهمة العمالة لأوكرانيا. وذكر بيان صحفي أن هذين الشخصين قاما بجمع معلومات حول أماكن انتشار الوحدات العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا، موضحا أنه تم فتح تحقيق مع المتهمين بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي الخيانة العظمى لتنفيذهما مهمة استخباراتية أجنبية. أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا تحتفظ بسبعة سفن في البحر الأسود. وذكرت القوات البحرية أن روسيا تحتفظ بأربع سفن حربية في البحر الأسود، منها ثلاث حاملات صواريخ كاليبر على متنها 14 صاروخا، وتوجد سفينة حربية واحدة أخرى في بحر أزوف، مضيفة أن روسيا تحتفظ أيضا بسفينتين في البحر المتوسط. قدمت روسيا لجمهورية إفريقيا الوسطى 50,000 طن من الحبوب كمساعدات إنسانية. وأوضح سفير موسكو في إفريقيا الوسطى أن الحبوب الروسية ستساعد في التصدي لمشكلة الغذاء في البلاد وسط تدفق اللاجئين من تشاد والسودان المتجاورتين. أرسلت السويد 93 شحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع الطاقة الأوكراني منذ العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق. وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية عقب ندوة لها عبر الإنترنت استعادة قطاع الطاقة في أوكرانيا فرص الأعمال السويدية، مؤكدة أن أوكرانيا مهتمة بمشاركة الشركات السويدية في المشاريع التي تتوافق مع استراتيجية الطاقة في أوكرانيا. يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 فتح أبوابه للجمهور بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام فعالياته حتى 6 فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية رامي، ضعنا في المشهد لديك ومدى الإقبال من الجمهور على معرض هذا العام. تحياتي لك ولكل متابعينا من داخل قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 بمركز مصر المعارض والمؤتمرات الدولية، وهذه المتابعة لاستمرار استقبال المواطنين والجمهور على فعاليات هذا المعرض، أن تجاوز عدد الحضور أكثر من 200
ألف من الزوار لهذا المعرض بكافة الفعاليات، سواء الندوات أو قاعات التوقيع وحفلات توقيع الكتب، وأيضا القاعات التي بها عدد من الأجنحة الخاصة بالكتب المباعة للجمهور للاطلاع وأيضا للقراءة والانشراء. وهناك عدد كبير من الفعاليات والندوات الثقافية التي أقيمت اليوم من الكتاب وأيضا لعدد من الرؤيين حول الكثير من الموضوعات وتوقيع للعديد من الكتب. ويمكن حضرنا عدد من هذه الندوات، منها الندوة التي أقيمت في قاعة الفكر والإبداع والخاصة بكتاب إمام التفكير للدكتور محمد الباز، وتناول فيه عدد من العناصر الخاصة بالخطاب الديني وأيضا الفكر الديني المختلف. وهناك عدد أيضا من الندوات الشعرية في قاعة ديوان الشعر والقاعة الرئيسية، وأيضا هذه الدورة هناك عدد من عالم المصريات، وهو أيضا اسم والكاتب الخاص بهذه الدورة دكتور سليم حسن. هذه القاعة التي يقام فيها عدد من الفعاليات أيضا الرئيسية الخاصة بالندوات المختلفة، وهناك أيضا عدد من الفعاليات المستمرة حتى نهاية اليوم في هذه الدورة الاستثنائية من معرض القاهرة الدولي للكتاب والحضور الكبير بها. جزيل الشكر لك رامي محمد، مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب. نظم قصر ثقافة دمنهور التابع لفرع ثقافة البحيرة احتفالية ذكرى أعياد الشرطة بمشاركة عدد كبير من مبدعي وأهل البحيرة. تضمن الحفل معرضا للفنون التشكيلية ومعرضا لنادي المرأة بمشاركة عدد من ذوي الهمم، بالإضافة إلى حفل فني تضمن عددا من الأغاني الوطنية لفرقة الموسيقى العربية. بنقدم لكم احتفالية إن شاء الله هتكون فيها فقرات حلوة ومميزة، هيكون فيها معرض فني تشكيلي، معرض لنادي المرأة، ورش تفصيل، نتاج ورش احنا قدمناها كتير في القصر الشباب وشاركت معنا، هيكون عندنا برضو فقرة في المسرح فيها أكتر من مجموعة هتقدم شعر. النهاردة عندنا معرض فني تشكيلي متنوع لإنتاج الورش الفنية وكذلك لفنانين مشاركين بمناسبة 25 يناير عيد الشرطة. فعندنا أكتر من ورشة، عندنا ورشة بالرصاص وبالفحم وبالألوان الأكريليك وبالألوان المية وبالألوان الأكريليك النحت البارز، وكوليكشن مختلف وجميل. شاركت هنا بلوحتي يا راجل مصري بعبر عن العادات والتقاليد المصرية وحبهم للشاي. استخدمت هنا في الخلفية السكينة، عملت بيها زي تأثيرات عشان أعبر عن الحوائط التراثية المصرية والابتسامة المصرية الجميلة. كنا بنصور صور طبيعية وبنعمل منها اللوحات بتاعتنا، فتعلمنا الظل والنسب والإضاءة. فبس بنشكر أصل الثقافة إن هو حب يعرض الشغل بتاعنا هنا. عاملين رسم أكريليك بارز، لوحة على النظام الروسي الورود الروسية، وهنا سيادة الرئيس والنسر بالأكريليك البارز. شهد قصر ثقافة ببا في جنوب محافظة بني سويف أعمال تجديد شاملة أعادته لسابق عهده مرة أخرى. وبلغت أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة ببا التي تم تنفيذها بنحو 36 مليون جنيه بعد إدراجه ضمن خطة تطوير لقصور الثقافة. يد التطوير تصل إلى كل شبر على أرض مصر، ولم يكن قصر ثقافة ببا جنوب محافظة بني سويف ببعيد عن هذا التطوير، حيث شهد أعمال تجديد شاملة أعادته لسابق عهده مرة أخرى. القصر المقام على مبنى مساحته تزيد عن 800 متر شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة تم تنفيذها بتكلفة بلغت 36 مليون جنيه بعد إدراجه ضمن خطة التطوير لقصور الثقافة. القصر بيعمل بصفة مستمرة يوميا 24 ساعة، بنقدم عندنا اشتراك نفسنا مع الشعب
ودي حفلات من 10 صباحا حتى 12 منتصف الليل. وشملت أعمال التطوير تجديد المبنى بالكامل وتغيير جميع الكراسي والمقاعد وخشبة المسرح وإنشاء وحدة حماية مدنية وخزان مياه وطرمبات ضمن منظمة الحماية المدنية داخل المكان، ونظام للإضاءة للمسرح بأحدث التقنيات الصوتية والمرئية وأحدث أجهزة الصوت والضوء، وغرفة متعددة الأنشطة ومحول للكهرباء بقدرة 500 كيلو وات لتغذية المبنى بالكامل. القصر كان لمدة 15 سنة معطل، وتم افتتاحه بالشكل اللي انتوا شايفينه النهاردة ده والتطوير الجديد اللي موجود فيه ده. طبعا خدمة ثقافية ممتازة جدا بتتقدم عن طريق السينما، بنقدم سينما الشعب هنا، وعروض يومية موجودة في قصر ثقافة بيبا. وتم الانتهاء من تلك الأعمال ليعود قصر ثقافة بيبا مرة أخرى ليمارس دوره ويقدم خدماته للمواطنين ورواده، وليصبح مركزا تنويريا وثقافيا هاما، حيث سيتم من خلاله عرض جميع الأفلام والعروض والمسرحيات بأسعار مناسبة، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالثقافة والفنون. يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة اليد لمواجهة نظيره الجزائري غدا في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد. وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره التونسي بنتيجة 30-25 في نصف النهائي، فيما تخطت الجزائر منتخب كابو فيردي بنتيجة 32-26. بطموح التتويج باللقب القاري، دخل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 17 حتى 27 من يناير. المنتخب الوطني لكرة اليد حامل اللقب القاري من بين المنتخبات الأفضل عالميا في اللعبة، ويقدم دوما أداء متميزا يسعد به الجماهير. وفي البطولة القارية كان عند حسن الظن، ولم يتبقى له سوى الخطوة الأخيرة لحصد اللقب التاسع في تاريخه والاقتراب أكثر من تونس صاحبة الرقم القياسي بعشرة ألقاب وضمان التأهل إلى أولمبياد باريس 2024. في مباراة نصف النهائي القوية أمام تونس فاز المنتخب الوطني بنتيجة 30-25. وخلال اللقاء قدم منتخب مصر مباراة قوية للغاية، ونجح في السيطرة عليها على مدار شوطيها في ظل تألق عدد كبير من لاعبيه، وعلى رأسهم محمد سند ويحيى خالد ويحيى الدرع وعلي زين. وبدوره فاز منتخب الجزائر على منتخب كاب فيردي بنتيجة 32-26 في مباراة دور نصف النهائي الأخرى، ليتأهل إلى نهائي البطولة لأول مرة منذ عام 2014، وليضرب موعدا قويا مع منتخب مصر في نهائي مرتقب. المنتخب الوطني وبمجرد تأهله إلى الدور نصف النهائي حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2025 التي ستقام في الدنمارك وكرواتيا والنرويج، وذلك إلى جوار منتخبات الجزائر وتونس وكاب فيردي، بالإضافة إلى منتخب صاحب المركز الخامس في البطولة القارية. شهدت النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في كوت ديفوار مفاجآت متعددة بسقوط منتخبات كبرى وظهور منتخبات صغيرة على خارطة الكرة الإفريقية. وخلال دور المجموعات خرجت منتخبات غانا والجزائر وتونس من البطولة، بينما قدمت منتخبات أخرى مثل كاب فيردي وأنغولا مباريات قوية أهلتها للأدوار المقبلة. مفاجآت من العيار الثقيل شهدتها بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 من فبراير المقبل، تمثلت في خروج منتخبات ذات تاريخ عريق في البطولة القارية من دور المجموعات، وعلى رأسها غانا ثالث أكثر المتوجين باللقب الأفريقي برصيد 4 ألقاب، ذلك بعد كل من مصر والكاميرون، كذلك خروج الجزائر بطل القارة عام 2019 وتونس المتوجين وجب اللقب مرة واحدة في عام 2004، بينما كاد منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور أن يخرج أيضا من الدور الأول لولا صعوده ضمن أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث برصيد 3 نقاط. البداية مع منتخب غانا الملقب بالبلاك ستارز الذي أخفق للمرة الثانية على التوالي في عبور الدور الأول من البطولة الأفريقية، وتغيب شمس منتخب غانا عن منصات التتويج بكأس
الأمم الإفريقية منذ 42 عاما، حينما حقق اللقب الأخير له في البطولة في عام 1982 في ليبيا. المنتخب الجزائري لم يكن حاله في بطولة كوت ديفوار أفضل من غانا، إذ ودع هو الآخر البطولة للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات، ولم ينجح مسعاه في التتويج باللقب الثالث في تاريخه. أما منتخب تونس فقد لحق بالمنتخب الجزائري كثاني منتخب عربي يخرج من الدور الأول للبطولة إثر تعادله السلبي أمام جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، منهيا بذلك مشواره في البطولة في المركز الأخير برصيد نقطتين بعد خسارة تاريخية أمام منتخب ناميبيا بهدف نظيف، ليحقق بذلك منتخب المحاربون الشجعان مفاجأة من العيار الثقيل ويصعد إلى الدور الثاني من البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه. وبهذا التقرير نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. العدل الدولي تأمر إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطاتها لمنع الإبادة الجماعية في غزة. في اليوم 112 للعدوان على غزة، قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها والمنظمات الأممية تؤكد أن القطاع أصبح لا يصلح للحياة. موسكو وكييف يتبادلان الاتهامات في مجلس الأمن حول تحطم الطائرة العسكرية الروسية قرب الحدود الأوكرانية. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء.